السلام على من اتبع الهدى. الحمد لله العلي الازل الواحد الفرد القديم الاول، والصلاه والسلام على النبي اللطيف السهل الذي بعث رحمه للامم. وبعد، فقد اخبر الله سبحانه في القران الفرقان: استعيذ بالله من رجيم الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الحبيب الامين في حديثه المبين: ترك فيكم امرين لا تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنه رسوله. صدق الصادق انه لا من الصادقين. حياكم الله وبيناكم الله، وشكرا جزيلا لحضوركم في هذه الحفله الميمونه، تهنئه لكم وترحيبا بالسلام من صميم قلبي وعميق فؤادي. اما الموضوع فسيظهر عليكم ها هو ذا اهميه الاحكام الشرعيه. ساكد ان اقدر على ليكم خطبه ملخصه مستعينا بالله وهو غني التوفيق.